السنن الرواتب عندنا سنن مرتبة مع الفروض الخمسة. وفرد قيام الثاني سنة لا مشد يخنوي. الفجر صلاة الفجر ركعتين. فجر لا مذا شي ركعت. سنة الفجر ركعتين قبل الفجر. سن ثاني دول سنة تصلى حلق ديش دون شي ركعت دون. الظهر أربع ركعات. دل مذا ظهر ويدي ركعت. من السنة أن نصلي قبل الظهر ركعتين أو أربع ركعات. أخت السنة لا مشى دل مذين حلق دلي شي ركعت دون يدي ركعت دون. وبعد الظهر ركعتين. دل مزدين كل ده عشر ركعات سنت لامزدون. المغرب ثلاث ركعات. مغرب ومركز لامز قر ركعات. ومن السنة نصلي ركعتين بعد المغرب. سنت ثاني دول سنة مركز لامزدين كل ده عشر ركعات دون. العشاء أربع ركعات. عشاء حور لامزة دي ركعات دواي. ومن السنة نصلي ركعتين بعد العشاء. تعتين ثاني دول سنة إشتا بحور لامزدين كل ده عشر ركعات دون. كذلك عندنا صلاة الوتر أقل عدد صلاة الوتر ثلاث ركعات هذا أقل لكنه كامل مستحب. سيوخ ويتر لا مزادو عن لا يبوصل دنياها إذا بيوسان دياش لا مزدو إذا أقر كيزغ دلاحقوش بار معدو إذا قرأ ركعات يعني وأقل القليل ركعة واحدة دلاح تولك إزغ تولك إزغ ديغ تحرك أحتى دترلون السنة أن يوتر قبل أن ينام السنة تعدو يوتر لا مزدر يتركات يقرأكات لا مزدر دعويجلي صلاة الوتر تبدأ من صلاة العشاء من الانتهاء من صلاة العشاء إلى أذان الفجر أتون خن ما تتون أتويتر لا مزي إذا بحول لا مزدين شلتها عدل شلتها عدل لا مزدقات شلت أتوقع يول خن يومتون